والحركة والحيوية المطلوبة لهذا اليوم، وكابتن أحمد مجاهد. مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم في الفقره الرياضيه من برنامجكم صباح المحروسه. النهارده يوم مش عادي، يوم لازم نبتدي بيه النشاط والحيويه. ليه؟ استقبالا بالسنه الدراسيه الجديده. اعزائي الطلبه، كل سنه وانتم طيبين. طبعا الناس المفروض زي ما علمونا زمان واحنا بنقول من بعديهم ان العقل السليم في الجسم السليم. تعالوا نشوف مع بعض مجموعه متميزه من التدريبات الرياضيه اللي هي بدورها هتعمل نشاط وحيويه للجسم عشان نقدر نبتدي سنه دراسيه. اول تدريبات معانا، اول ما بنقوم الصبح بنبتدي نعمل زي تنشيط بالشكل دوت. 1 2 3 4 5 6 7 8 اغير. 1 2 كل رجل بالشكل ده من الجنب. 3 4 5 6 7 8 يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 يلا تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 ده مجرد احماء لمنطقه اللور بادي، الجزء السفلي بتاع جسمنا. تعال نشوف ازاي نعمل للابر بادي تمارين بالشكل ده. دراعي بشكل مستدير. 1 2 3 4 5 6 7 8 عكس اللفه من تحت لفوق بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 للمنطقة الصدر. 1 2 4 5 7 8 لمنطقة الوسط بالشكل ده. 2 3 4 5 6 7 8 منطقة الدار والقطنية والهامسترينج بالشكل ده. 1 2 أهم حاجة في التمرين ده أحافظ إن ركبتي تبقى متنية سنة صغيرة عشان أتجنب آلام أسفل الظهر. 2 3 4 بالشكل ده. 5 6 8 8 منطقة الأجناب. 1 2 3 4 5 6 7 8 اخر حاجه بنعمل جامب خفيف مع مشي وجري في مكانك بصوره كده بالراحه واحده واحده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناخد نفس عميق ونطلعه. وكده نكون خلصت حلقتنا النهارده، ونتمنى من الطلبة والطالبات كل مع الفقرة، وإن شاء الله الحلقة الجاية مع الفقرة الرياضية في برنامجكم اليومي صباح المحروس. اتفقنا مشاهدين الكرام ان الدراسة بتبتدي النهاردة، واتفقنا كمان في بتكون في حالة طوارئ في كل البيوت المصرية. طبعا كان الله في عون الأسر المصرية، لأنه حالة الطوارئ ابتدت